10%. والالعاب السحريه والعاب الحواه، وايه كمان؟ والحفلات والعروض الغنائيه والموسيقيه والاستعراضيه وحفلات الاكل او المشروبات المطحونه. إيه لا ثانيه واحده، اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل ايه؟ يعني بص حضرتك، في بعض حفلات الاكل في بعض الحالات بيتعمل ايه؟ مثلا يجي يوم شم النسيم، الدخول في النادي مثلا ده مجانا او في المكان ده مجانا، ويروح عامل الترابيزه ب 10,000 جنيه، يقول لك ده ثمن الاكل اللي عليها، بس واخد بالك؟ هيتحاسبوا على دي. اذا هو داخل النادي بالمجان هيحاسبوا على الاكل اللي هياكله؟ ايوه هيحاسبوا على الاكل، وهو بيدخله بالمجان على اساس انه بالمجان، بس هو في الحقيقه بيعمل له ايه؟ ترابيزه جوه ب 5,000 جنيه وب 10,000 جنيه وب 3,000 جنيه. ايوه هيتاخد منه 5% وبحد ادنى 20 جنيه للفرد. لو كان الدخول ايه ببلاش، هو بيقول لك الدخول ببلاش دي كده. لا وما ينفعش يدخل هيدخل ببلاش ونسيبه كده، لازم ناخد منه شويه برضه، مش معقول. حفلات الديسكو والحفلات الراقصه كمان. إيه المشكله؟ ايه المشكله يعني ان يدفع فلوس ولا حاجه يدفعوا وبحد ادنى 20 جنيه؟ كلام فاضي يعني. كلام صح. ايه كمان؟ بس واخد بالك، عروض السيرك الاجنبي سيرك 15%. التزحلق على الجليد ده او على الماء 20% مقابل. مفيش حاجة عن الغطس اللي يغطس كمان يدفعه؟ الوحدات البحرية واخد بالك، فوق او تحت الماء ايا كان مسماها. لا بجد والله انا بسأل السؤال بجد، حضرتك بتقول لي في حاجة كده النهاردة؟ ايوه 20% على الوحدات البحرية فوق او تحت الماء ونشاط الغوص. ثانية عشان اروح اغطس ادفع 20%؟ ايوه ما انت بتغطس مثلا ب 200 جنيه ولا 300 جنيه ولا 400 جنيه. بغطس ميه، هو انا بغطس فين؟ لا مش في الميه، مش في الميه، في الحتت اللي بالفلوس. لا انت هتغطس في البحر حد هيدفعك حاجه؟ فين بيغطس فين اللي حضرتك بتقول عليهم دول؟ دول واخد بالك اللي بيروحوا رحلات غوص، رحلات غوص. رايح راس محمد ولا رايح الغردقه يعني تدفع على الحاجات ديت؟ لا ايوه تدفع 20% من التذكره اللي انت بتغوص بيها. انت بتغوص بفلوس. بقى غوص بفلوس. ايوه. ايه يا سياده النائب كويس، وايه تاني؟ يعني ايه دي غالبيه الحاجات؟ دي الحاجات. الحاجات دي هتجيب كام بقى؟ هتجيب 5 مليار جنيه. طب حاجات اللي هي مليار جنيه. ناس تتفسح قاعد بقى رايح حفله سفاري ولا عندي، هل دي قربتوا منها ولا سبتوها للناس تنبسط؟ لا برضه في عليها 20%، ما كل الحاجات دي عليها 20%. كل ده على 20%؟ ايه اللي ما عليهوش؟ ما باقي الحاجات ده ما عليهاش. اللي هي ايه؟ ما فيش حاجه تمس اي المواطن البسيط، اي حد بياخد عليها حاجه. هو ده؟ وفي برضه عشان برضه الامور تبقى واضحه، في الرسوم اللي كانت على الشراء من السوق من الاسواق الحره كانت 3%. رسوم ايه؟ كانت 2%، رسوم التنميه كانت 2%. الاسواق الحره. اي حاجه بتشتريها من الاسواق الحره تمنها اكتر من 5 دولار كان عليها 2%. كويس. بقى عليها 3%. زودت 1%. كويس. مغادره الاراضي المصريه للاجانب او للمصريين 100 جنيه على المحافظات السياحيه، المغادره 50 جنيه للاجانب بس. طب معلش النقطه دي مهمه قوي. انا دلوقتي مسافر. ايوه. بدفع 100 جنيه رسم مغادره. رسم مغادره. يعني ده ايه يعني؟ في ادفعه في المطار ولا في التذكره ولا وانا في المطار ياخدوها مني؟ يعني تدفع ازاي؟ لا طبعا يعني اكيد ده بتتحصل اكيد على التذكره ولا حاجه يعني اكيد يعني كده ليها اجراء يعني التحصيل. ليها اجراء. 100 جنيه. هي مش كانت زادت الحكايه الحاجه دي قبل كده؟ ما هي دلوقتي بقت 100 جنيه. ايوه الرسم ده كان زاد من سنتين ثلاثه. ممكن كان 50 جنيه مثلا بقى 100 جنيه. مثلا انا مش لا انتوا زودتوا 100 طبعا كان كام؟ معلش زودتوا 100 على الزياده اللي كانت. لا لا هو كله 100 دلوقتي. كله هيبقى 100 يعني. كله 100 انا بقول لك حاليا يبقى كذا. طيب عظيم. السياحه هيعملوا ايه؟ السياحه الطيارات اللي نازله في محافظات ساحليه زي البحر الاحمر وجنوب سيناء والاقصر واسوان ومطروح 50 جنيه فقط لغير. يدفع 50 جنيه. يدفع له دولار ونص يعني. دولار يعني دولار ونص بالظبط كده. دولار ونص تقريبا. نعم. هي دي ده كل اللي اتعمل النهارده، لكن ولا في غسالات ولا ثلاجات ولا في بيبسي والكلام ده. لم تقتربوا من ما جاش من اساسه من الحكومه ما عرضتوش. كويس.
والله تشكر الحكومه انها ما قربتش من الكلام ده. لا لا المره اللي فاتت رجع لها القانون عشان كده، فخلاص هيجيبوه تاني ازاي كده؟ اه مش هيجيبوها تاني. لا طبعا. اه طيب لكن دلوقتي حضرتك بتقول لي انه رسوم، دي رسوم تنميه. دي رسوم تنميه. الليله كلها هتلم كام اللي عملتوه النهارده الزيادات؟ القانون الرسمي التنميه ده يجيب 5 مليار جنيه. 5 مليار. اللي هو بنتكلم ما بين 10 و5 و2 و1% وكده. ال 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 الاعفاءات اللي اتعملت 36,000 والكلام ده، دي تاخد من حصيله الضرايب 10 مليار جنيه عشان تبقى عارف. بس الزياده عن المليون جنيه في السنه ممكن يجيب 4 مليار جنيه. كويس. فيبقى عندنا 6 مليار بتتحملها الخزانه في ال نعم في البند بتاع الضرايب بتاعت المرتبات اللي هو الاعفاءات يعني. يعني طيب. القانون بتاع التنميه جاب 5 مليار. كويس. وقانون الاعفاءات واخد بالك جاب كام؟ يفرق 6 مليار. 6 مليار على الخزانه. في لسه عجز، لسه عجز 6 مليار. ما عرفتوش تلاقوا مكان تدوروا على حاجه، يعني في لسه 6 مليار فاضلين. الموازنه هتتحملهم او الدوله هتتحملهم؟ هتحملهم الدوله. حملهم الدوله. خد بال حضرتك ميزه ال 10 مليار اللي هيتوفروا دول ايه؟ دول ما يعملوش تضخم في البلد. ليه؟ هم دول فلوس بيستلمها الموظف في ايده. بس ما ايه، ما قلناش رفعنا المرتبات فتكون كل التجار يرفعوا الاسعار. لا ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. فدي هتتوفر للناس اوتوماتيك كده ان شاء الله، يعني من اول بعد ما يعتمد هذا القانون. عظيم. دي يعني هتساعد التضخم يعني ينزل شويه؟ لا يعني دي ما تسببش تضخم.